حبايبنا اللي كانوا بيسألوا على موضوع الكوانتر ويت بتاع التاور كرين. طبعا يعني بصفة عامة الكوانتر ويت ده بيتعمل من الخرسانة زي ما احنا شايفينه. ده طبعا اثناء عملية ديسمانتلنج للتاور كرين بتاعنا، تمام. فاحنا بنوازن الونش واول حاجة بننزلها هو التقل الكوانتر ويت، تمام. هو هنحكي دلوقتي هو ليه معمول من الخرسانة مش معمول من الحديد. طبعا يدخل في النقطة ديت اهم نقطة موجودة هي التكلفة، بعد التكلفة. يعني طبعا خرسانة هتبقى ارخص من الحديد للقيمة دي، يعني القيمة دي بالمنظر ده بالتفنيش بتاعها بالوزن بتاعها كل ده كخرسانة اقل تكلفة من الحديد. يبقى ده اول حاجة. تاني حاجة لان انا الخرسانة هي كده كده يعني ايه تأثرها بالعوامل الجوية قليل، بعكس الحديد يصدي وبتاع، انما الخرسانة تأثرها بالعوامل الجوية بتبقى قليلة رغم ان هي بيخش فيها مواد عشان تقاوم اكتر للعوامل الجوية، تمام. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، لو انا محتاج اعمل تقل داخل موقعي، تمام، عشان ما احنا عارفين تاور كرين بيعمل بنظرية الاتزان، تمام. موضوع الكوانتر ويت او التقل بتاعي بالاضافه للحمل اللي هيشيله بنظرية الاتزان، فمن خلال الشركه المصنعه ممكن اقدر اصنع التقل ده داخل موقعي من خلال الشركه المصنعه، تمام. وبعد كده بيتعمل معايره تاني للكرين. دي كانت النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، طبعا انا مش بفك التاور كرين ده، يبقى لما بيركب في موقع بيقعد فتره كبيره التقل بتاعه خلاص موجود فيه، مش بقعد افكه واعمله كل شويه زي الموبايل كرين. عشان كده انا مش بصنعه من الحديد. الحديد للتاور كرين سوري للموبايل كرين بيكون بصفه عامه حديد او ستيل، بسبب ان انا بنقله كل شويه كل شويه بنقله، فلو خرسانه هيتكسر مني وهيتبهدل مني وكده، انما لو حديد بيستحمل. عشان كده الموبايل كرين بيتعمل من خلال الحديد، انما التاور كرين بيتعمل خرسانه، تمام. نقطة كمان هنقولها على موضوع الحجم. طبعا هو لو حديد حجمه بيكون اقل من خرسانة، لان وزن الحديد اكبر من وزن الخرسانة، تمام. وزن الحجم الواحد او المكعب الواحد من الحديد بيكون اتقل من الخرسانة، فانا ما عندي مساحة فوق ده في الهواء، فمش مشكلة ما يبقى كبير، بعكس الموبايل كرين مساحة تحت دايما بتبقى محدودة، فعشان كده برضو بيتعمل من الستيل مش من الخرسانة. شكرا.